المشكل اللي الحمد لله لقى اقبال جماهيري كبير اليوم. كيف كتشوفوا الصوت مشى ليا الحمد لله مع الضحك ومع الادرينالين اللي كانت سيغ سين. وكنشكر الناس كلهم واحد واحد، وكنتمنى ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو نجدوا اللقاء مع الناس ديال كازا، لانه جمهور ذواق وجمهور زوين بزاف بزاف. كتشوف ان العرض اللي كان هنا في كازا مختلف على اللي كان برا المغرب؟ هو صراحه كل بحال شي، كل وريده والنكهه ديالها، كل وريده والرائحه ديالها. الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كيكونوا متشوقين انهم يشوفوا مغربي يجي عندهم سيرتو يعطيهم ان سكتش مغربي اللي غادي يجيو يضحكوا معاه. كيكونوا ديك التمغربيت كيتوحشوا للمغرب، دونك كيشموا فينا حنايا التمغربيت، وكتجي بحال شي بحال كتجيب لهم ان كادو اللي غيجيو يتجمعون مع المغاربه مجموعين. وهنايا كيكون الجمهور فيدال ليك، كيجي يتفرج ب يجي ويضحك ويبارطاجي معك ان مومون زوين وحاجه اللي تفرحهم، وفي ميم طون كيجيبوا وليداتهم وكيجيبوا عائلاتهم. دونك حتى هذا السبيكتاكل اللي كنقولوا انه حظى بتجاوب مع الجمهور، دونك هذا الشيء زوين وكيخليني انني نخدم ونزيد نخدم. العرض المقبل يكون في الرباط ان شاء الله، ومرحبا بكاع الناس ديال الرباط.